مرحبا يا اخوان. والله يسعد مساءكم وصباحكم. والله يا جماعة الخير، هذه منح ليلة بخمسة ريال. عبلك جركن زي هذا وحطه هنا والبهات. شوفون جزاكم الله خير، لها طيور. اغتنم الأجر، اغتنم الفرصة، ما تدري وش اللي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين اتفى، شوف مجرد ما يمتلي هذا تاقف. أنا أضخ السوق وش بعشرين ريال حب مثل هذا، واسمه كل يوم كبلك تفحة. الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله، ويجعل من شاف هالمقطع وينشره إن الله لا يحرمه الأجر يا كريم. الله يجعل من نشر هالمقطع يا حي ويا قيوم، إن الله لا يحرمه أجر ما سقيت يا رب العالمين. حاول إنك تغطيه بقطعة كرتون خفيف يعني زي كذا عن الشمس عشان الماء يصير شوين بارد. الله يجزاه خير من نشر هالمقطع.